السلام عليكم. ان شاء الله بقى النهارده هندخل على البروجكت بتاعنا. كل المطلوب مننا ان احنا نعمل سنجل لاين دياجرام على برنامج سوفت وير، انت هتدخل له الاحمال بتاعتك للعماره او البرج اللي احنا هنطلبه، وبعد كده هو بقى هيحسب لك ايه تيارات شورت سيركت، تيارات عشان تاخد منها السيركت بريكر والكابلات والكلام ده. فاحنا نعمل سنجل لاين دياجرام زي اللي كنا بنعمله السنه اللي فاتت، تمام، وندخل له الاحمال وهو كل اللي هيعمله هيحسب مش اكتر، تمام. فاحنا البرنامج عندنا من A ب B، تمام، ليه ثلاث برامج. احنا هنشتغل على الدوك، فهياخد وقت شويه قبل ما يفتح. تمام، هتلاقي البرنامج فتح. هنبدأ بقى ندخل ايه الحاجات اللي انا والله هيطلبها. فهنا هو طالب منك ان انت تدخل اسم البروجكت والديسكريبشن واسم الكاستمر. فانا هبدا ادخل اسم البروجكت. تمام، ودخل الديسكريبشن، عايز تعمل حاجه براحتك، مش عايز خلاص. وهنا اسم الكلاينت بتاعك اعمله برضه نفس الاسم. تمام، بعد كده دوس نيكست. بعد كده بقى هتبدا تدخل بقى الحاجات اللي هو هيطلبها منك. طيب هنا بيقول لك عايز سنجل لاين دياجرام ولا سويتش بورد. طيب احنا قلنا في الاول ان احنا كل شغلنا هيبقى على سنجل لاين دياجرام، فانت هتختار السنجل لاين دياجرام. بعد كده نيكست. هنا بيقول لك تدخل الستاندرد بتاعك، فاحنا هيبقى كل الشغل بتاعنا هنا ده في نظام امريكي فرنسي الكلام ده كله، فاحنا هنشتغل على الاي اي سي اللي هو انترناشونال الكتريكال كود 6090091. طب اول ما نغير دي هتلاقي دي اتغيرت لوحدها، فانت بتغير دي ودي لوحدها. طيب هنا بيقول لك اختار عايز باور سبلاي لو فولتج ولا ميديم فولتج لو فولتج ولا في هنا جنريتور لو فولتج وجنريتور ميديم فولتج. احنا هنبدا شغلنا من اول ترانسفورمر، فمش عايزين جنريتور معانا. فهنا قدامك تختار يا باور سبلاي لو فولتج يا باور سبلاي ميديم فولتج لو فولتج. لو انت شفت، تعال نشوف المطلوب بتاعنا. هنلاقي المطلوب مننا هنا من اول بروجكت ده، من اول بروجكت، تمام، من اول الترانسفورمر، تمام. فاحنا هنبدا من اول ترانسفورمر هنا، تمام. فدي الحته دي هي ميديم فولتج ودي لو فولتج، يعني احنا بدايتنا من اول ميديم فولتج. طيب فهنا ممكن تدخل دي او دي. دي لو دخلت لو فولتج يعني انت معناها بدات من هنا، بس عندنا اوبشن في البرنامج اللي هو تبدا من هنا ويدخلك مع ترانسفورمر، فانت اختار اللي يريحك فيها. فاحنا هنختار لو فولتج وندخله من جوه الترانسفورمر. عايز تشغل ميديم فولتج لو فولتج مفيش مشكله، تمام. وهنا بيقول لك في اوبشن هنا دي اللي احنا ظبطناها. هنا بيقول لك شو كالكوليشن اللي الحسابات اللي هو هيحسبها يوريها لك، ايوه. وهنا الديليتنج انتمبريتشر، اتفقنا ان درجه الحراره هي اكتر حاجه بتاذيك، فبالتالي انت محتاج تحسب كل حاجه بالظبط. يعني درجه حراره لو زادت بيبقى في ريتنج ديليتنج فاكتور اللي احنا قلناه في المحاضره، تمام. وهو ده اللي بيعمل بيضرب لك في نسبه بحيث يبقى التحميل على الكابل اللوحه اي حاجه مظبوط، تمام. فهتختارها هنا السايز اوتبوت برانشز، اي حجم كابل طالع من ترانسفورمر هيحسبه لنا. هنا اوتوماتيك فيز بالانسنج، انت عارف ان احنا عندنا 3 فيز، ف 3 فيز الدور مثلا لو عندك اربع شقق، فالدور الاول داخل له الشقه الاولى ريد يلو بلو، فالشقه الرابعه هتاخد ريد، الدور اللي بعده يبقى ريد يلو بلو، والشقه الرابعه هتاخد يلو، الدور الثالث الشقه الرابعه هتاخد بلو، بحيث اعمل بالانس على الفيزات ما يبقاش في فيز متحمله اكبر بكتير من الفيزتين الثانيين. ده كده الاوبشن ده، فهنختاره. اوتوماتيك اوبتمايزيشن اوف نيوترال كوندكتور، ده اللي هو انت عارف لو انت في 3 فيز فمعاك النيوترال بيبقى مساحه مقطع النيوترال نص مساحه مقطع الفيز، فلو انت اخترت الاوبشن ده هو هيخليك النيوترال نص الفيز، ولو ما اخترتوش هيبقى الفيز نص الفيز بيساوي النيوترال. طب لو اخترته معناه الفيز نص النيوترال نص الفيز. طيب في السنجل فيز انت عارف ان النيوترال هو الفيز، تمام. فبالتالي هل البرنامج مش عارف ده؟ لا هو عارفها، فلما تيجي نختار سنجل فيز هيخلي لك النيوترال هي الفيز او يعني نفسها. طيب دي التمبريتشر اللي احنا اتفقنا عليها، دي الدرجه الامبيانت بتاعتك المحيطه بتاعتك، ودرجه داخل اللوحه. انت عارف داخل اللوحه هتختلف عن بره، فاحنا مثلا خليها اللي انت عايزه، لو خليناها 60 خليها 40 مفيش مشكله، اللي هو 60.
طيب بعد كده عندنا هنا السيركت بريكر. السيركت بريكر كل هنا بيقول لك عندك لو انت 3 فيز او سنجل فيز. في 3 فيز عندك اوبشن انت تاخد 3 فيز و3 قصدي 3 بول و3 بول ونيوترال و4 بول. البول ده الكونتاكت اللي هو بيفصل اللي جوه السيركت بريكر، ان هو كونتاكتات بتوصل بعض، لو فصلت بيفصلوا هم. طيب معنى انت خدت 4 بول يعني ان انت لو حصل شورت سيركت فال3 فيز والنيوترال هيفصلوا. خدت 3 فيز 3 بول او 3 بول معنى كده النيوترال مش هتفصل. طيب لو خدت 3 بول ونيوترال برضه هما الاربعه هيفصلوا، فانت خد 3 بول مثلا. طيب هنا في لو حمل سنجل فيز مثلا جوه الشقه بنخلو السيركت بريكر بتاعتنا 1 بول عشان نيوترال مش عايزها تفصل. لو خدت 1 بول ونيوترال و2 بول النيوترال هتفصل معاك، فانت هتخليها 1 بول عشان خليها 1 بول بس عشان يحصل عشان ما يحصلش امبالانس لو النيوترال فصل، فاحنا هنخلوها 1 بول عشان نيوترال ما تفصلش. طيب ده بس، وهنضغط اوكي. طيب بعد كده نيكست. هنا الشيت بتاعي اللي انا هرسم عليه هنا بيقول لك تختار ايه فيها. اول حاجه هنا لو خدت هنا 11 كولوم 9 كولوم تمام، فانت لو اخترتهم معنى كده ان انت متحدد بعدد اوبوت معين. انا مش عايز، انا عايز فري دروينج ارسم اي اوبوت انا عايزه تمام، فانا هختار ايه دروينج فري دروينج. طيب عندك A0 A1 A2 A3 دول كل ما الرقم صغر اللي جنب الـ A كل ما حجم الورقة بتاعتك هيزيد تمام. فاحنا هناخد اختار بقى أي واحدة فيهم مش هتفرق على حسب أنت عايز إيه. فاحنا هنختار مثلا أي حاجة فيهم، خد مثلا A1 تمام، وبعد كده Next. الأوبشن دي اللي أنت لسه مظبطها من شوية فمش هنظبطها تاني. طيب عندي هنا ايه تاني؟ هنا لما اتكلمنا في الاول قلنا هنا ان انت عندك ان الترانسفورمر انا كده لما دخلت له فولتش يبقى انا بدات من هنا، يبقى انا ما دخلتش الترانسفورمر. فهنا الاوبشن ده هنا معناه اللي هو بيدخل لي، هنا معناه اللي هو ينفع يدخل لي ترانسفورمر معايا، يبقى انا كده خدت اللو فولتج وزودت عليه ترانسفورمر. هنا بيقول لك عايز كام ترانسفورمر، هختار واحد بس. هنا عايز الريتنج بتاع المحول، هناخد 1000 كيلو امبير. طيب 1000 كيلو فولت امبير. طيب لما ده يتغير هتلاقي دول بيتغيروا اللي هم الشورت سيركت كارنت والميجا فولت امبير شورت سيركت تمام، هم دول بيتغيروا مع نفسهم. طب لو هنا مثلا اخترنا اي رقم تاني 400 مثلا هتلاقي الارقام دي اتغيرت، يبقى احنا زي ما احنا على 1000 وده رقم كبير. طيب انت مش احنا قلنا الاول دي اللي هي الامبيدنس بتاعت المحول زي ما خدناها في جزء النظر، بتلاقي المحول ليه امبيدنس ودي الامبيدنس اللي انت عايزها سواء 4% او 6% خد اللي انت عايزه يعني اللي هو مثلا 6%. طيب انت عارف احنا كنا بنحسب الاول الاحمال وبعد كده من الاحمال نحسب بقى الايه المحول في الاخر. طب احنا هنا ليه بنبدا بالمحول قبل ما ندخله احمال؟ احنا كل حساباتنا او اي لما تيجي انت تحسب اي مشروع فبيبقى عندك كله حسابات تقريبيه، حتى احمال الشقه بتتحسب برضو احمال تقريبيه تمام. فاحنا هنا 1000 كيلو فولت امبير او 1 ميجا فولت امبير ده رقم كبير جدا. طيب هنا بيقول لك اللو فولتج عايزه ايه؟ هنا ناخده مثلا 380 فولت، يبقى من 11 كيلو 380. هنا 3 انا هحتاج النيوترال هيبقى 3 فيز ونيوترال. هنا التردد هنا 50 ودي نظام التقريض بتاعي. نظام التقريض انت عارفه اللي هو اللي انت مثلا لو عندك معده او جهاز العزل اللي جوه بدا يبوظ، فانت هتلاقي عندك شحنات سربت بره، فالشحنات دي هتبدا لو حد واقف او لامس الجهاز ده هتبدا تتسرب. فكل اللي انا بعمله باخد سلكه مقاومتها صفر واوصلها بالارض على طول، فبالتالي ده احسن مسار للتيار تمام، لان هو مقاومته صفر. فهنا عندك هو عندي كمان نوع تعريض خامس، هما هنا اربعه تي ان سي والتي ان اس والتي تي والاي تي. في نوع تعريض اللي هو تي ان سي اس هما مش كاتبينه مش مهم، هنا هنختار التي ان سي معناها اللي انت خدت النيوترال هو الارضي، يعني خدت النيوترال وقربته. التي ان اس النيوترال ليه كابل لوحده والارضي ليه كابل لوحده، ده التي ان اس. التي تي والاي تي ده النظام التقريب التالي، انت بتقرض المصدر وبتقرض المعده وساعات بيبقوا منفصلين عن الارض وساعات بيتصلوا مباشر بالارض، فدول ما بيستحسنوش يعني. كل شغلنا هيبقى تي ان اس، تي ان اس اللي انت خدت النيوترال لوحده والارضي لوحده. طيب التولرنس بتاعتي اللي انت بتاعت الفولت روب، احنا متفقين الفولت روب عندي يعني الفولت قيمته ما انت عايز موجب اعصاب 5%، يعني لو احنا على 220 فولت سنجل فيز فانت هتلاقي الفولت من 209 ل 231. طب هنا بيقول لك عايز 6% 10% مش هتفرق، خد مثلا 6% وبعدين نكست. هنا بيقول لك
عايز حمل اندستريال ولا حمل سكني، فهناخده احنا عاملين حمل سكني، هيبقى السيتي وهيبقى كله حمل ريزيدوال. طيب هنا عندك اللي بيقول لك عايزه ايه، هنختار خد ديستريبيوشن بس كده، وبعد كده تعمل فينش. طيب هنا بقى دخلنا على الشيت بتاعنا، وده اللي هبدأ ارسم فيه، فانت براحتك عايز تكبر صغر تمام. هتلاقي عندك في الاخر دي اللوحة اللي انت بتكتب فيها بقى ايه ال تمام، دي بقى اللي انت بتكتب بيانات بتاعتك ومين اللي هيستلم منك والكلام ده مالناش دعوة بيه يعني. طيب عندك ايه ده الترانسفورمر بتاعك اللي انت دخلت له بياناته، دي البيانات اللي انت دخلتها، واحد ترانسفورمر و1000 كيلو فولت امبير والتقرير والهرتز و3 فيز 380، كل الكلام ده ايه احنا اللي دخلناه تمام. هو بقى فهنضغط اوكي تمام، وبقى عندنا الشيت بتاعنا ده كده تطلع منه بقى يعني، ده كده فين الرسمه دي كده المحول بتاعنا اللي انت هتبدا تطلع منه الباسبار على اللوحه العموميه. تعال ناخد البروجكت بالمره، هو عايز يعمل ايه؟ وهنا عايز الترانسفورمر بتاعنا اهو، وادي يطلع منه على اللوحه العموميه تمام، وهنا عايز مفتاح الثري فيس بتاع المحول بيبقى 3 فولت. طيب طلع منه على اللوحه العموميه، هيبدا يروح ل 10 ادوار تمام، ده كل دول 10 ادوار، احنا عملنا دور واحد يعني الرسمه دور واحد بس، انت تعمل 10 تمام. بعد كده هيروح للوحه الضوء، فلوحه الضوء هتوزع الشقق، هم عايزين 5 شقق في الخمسه صح، هم عايزين 5 شقق في الدور الواحد تمام. وبعد كده في الشقه هتروح على لوحه الشقه، وبعد كده تروح للاحمال. طيب الاحمال بتاعت الشقه، طيب هنا لوحه الدور طبيعي هتبقى 3 فيز، يعني اللوحه الاموميه نازله مفتاح 3 فيز، وهنا لوحه الدور. بعد بقى لوحه الدور انت بتعمل ايه، بتاخد فيزا ونيوترال، فيبقى كل دي فيزا، فالسيركت بريكر بتاعك هيبقى 2 بول، هنا هيبقى 3 بول زي ما حددناها ورا. طيب الاحمال بتاعتك احنا قلنا ان احنا هنخلوها 1 بول تمام، عشان الفيز بس اللي يفصل مش الـ مش النيوترال. طيب ده كده خلصنا بالنسبه ل 10 ادوار. من اللوحه الرمائيه برضو باخد لوحه محلات، طيب لوحه محلات دي قلنا هنوصلوها مثلا بثلاث محلات، كان كل حمل كان 80 امبير تقريبا، اراجع تاني وابقى اكتبها لك هنا في المحاضره اعدلها لك تمام، فدي 80 امبير. بعد كده تدخل على لوحه الخدمات، لوحه الخدمات دي بقى فيها اسانسير، طرمبات، المدخل، الجراج، الكلام ده كله. هنا في حاجه بس عشان هنا مرسومه بس غلط، نسيت اعدلها. هنا لو هنا لوحه الخدمات يعني دي كده لوحه العموميه تمام، دي كده خلاص خلصت تمام، لوحه الخدمات مكمله في لوحه المدخل ولوحه الجراج تمام، يعني كل ده الخط ممدوح، الباس بار ده بتاع لوحه الخدمات، كل ده شامل الاسانسير، شامل الترمبات، شامل لوحه المدخل، شامل الجراج. اللوحه العموميه هتوزع لل 10 ادوار، وهتوزع لوحه المحلات، وهتوزع لوحه الخدمات، فالباس بار ده نهايته هنا عشان هي بس ايه نسيت اعدلها. فهنا ده نهاية الباص بار، ولوحة المدخل ولوحة الجراج مربوطين بإيه؟ بلوحة الخدمات. يعني هنا في تكملة الباص بار هندخل هنا لوحة المدخل، وهندخل هنا لوحة الجراج تمام، وننزل الأحمال بتاعتهم عادي. طيب قال لك لوحة الخدمات عايز 2 أسانسير، الواحد 12 هورس باور، وعايز لوحة ترومبات فيها 2 كل واحدة 10 هورس باور، ولوحة مدخل ولوحة جراج. طيب قال لك هنا انت ما ينفعش العماره تقوم على جنريتور واحد، فاللي هينفع نوصل هنا بديزل جنريتور، كنا شارحين فكرته قبل كده، اللي هو عبال ما ده يفصل ده يشتغل، يعني لو المصدر الرئيسي بتاعك فصل الديزل جنريتور هيشتغل. قال لك ده مش هينفع يشتغل غير بلوحه الخدمات تمام، فهيتربط عن طريق اي تي اس. طيب الاي تي اس مش هتلاقيه عندك في البرنامج، فممكن تستخدمه بكونتاكتور مثلا، او تدور عليه لو لقيته، لسه ما لقيتوش، لو لقيته اقول لك عليه، او تستخدم كونتاكتور بداله. هو الاي تي اس فكرته باختصار اللي هو اوتوماتيك ترانسفير سويتش تمام، فانت كل الموضوع اللي هو بيعمل ايه، اللي انت اول ما ده يفصل فهو اوتوماتيك المفتاح ده بيفتح، ده مقفول تمام، والكهرباء شغاله عادي، فالمفتاح ده هو ده في الطبيعي مقفول، فالمفتاح ده هيفتح تمام. وبعد كده ده في الحاله الطبيعيه، المفتاح اللي بيبقى هنا بيبقى هنا في مفتاح، بيبقى ده مفتوح تمام، يبقى ده اوبن في الحاله العاديه، وده كلوز. ثواني تمام. طيب بعد كده، بعد ما لو الكهرباء هنا الترانسفورمر او حصل هنا الكهرباء قطعت، فده بدل ما مفتوح هيبقى اوبن
تمام، ده كده هيبقى اوبن وده اللي هيبقى كلوز اوتوماتيك. مين اللي بيعمل ده؟ الاوتوماتيك ترانسفير سويتش. تمام. طيب ده كده فكرته. ده الجنريتور قال لك بيفضل بياخد وقت لحد ما يبقى 50 هرتز والفولتس 220 سنجل فيز او 380 ثري فيز عشان كده. لكن اليو بي اس لو تفتكروا ده اللي قلنا بياخد ما بياخدش وقت، عشان كده بنوصله بالاحمال المهمه. فهنا مش مهم الاحمال دي، فبنشتغل على طول بالجنريتور او ديزل جنريتور. طيب انت المفروض تعمل سنجل لاين دايجرام للوحه دي، طيب او للعماره دي. فانت هتاخد بدل ما تاخد هنا 10 ادوار كل دور 5 شقق، هتعمل 50 شقه، فكل اللي انت هتعمله هتعمل شقه واحده. تمام. يعني هنا المفروض في ايه؟ فهنا المفروض ادي لوحه الضوء، تمام، نازل منها ايه؟ نازل منها ادي دي الشقه الاولى، دي الشقه الثانيه، دي الشقه الثالثه، الرابعه، وهكذا. فانت بدل ما تعمل لشقه واحده بس، بدل ما تعمل ل 50 شقه يعني 10 دور 5 شقق، هتعمل لشقه واحده بس اللي هي دي. دي احمال الشقه الواحده، تمام. فانت لو قعدت تكرر الموضوع ده 50 مره هيبقى موضوع كبير، تمام. فانت كل اللي انت هتعمله اللي انت هتروح للوحه الدور، لوحه الدور هتعمل شقه واحده. طب والشقه اللي بعدها هتعتبره حمل واحد، تمام، وهتحط فيه نهايه، يعني حمل الشقه هتحطه في نهايه الحمل، زي ما هنقول كمان شويه اللي انت ازاي بترسم الشقه اللي بعدها تعتبرها حمل. مش هترسم يعني 50 شقه، هترسم شقه واحده في شيت اكسل لوحده، في شيت هنا لوحده، وبعد كده هتبدا تخلي بقيه الشقق كاحمال. تمام، لو فهمتش تعال نعيد الموضوع ده تاني. طيب يا جدعان تبين النقط، انا عندي اربع اجهزه نقطيه، احنا كلنا انا لا. طب دلوقتي احنا معانا تمام، هنعمل في الشقه واحده تمام الاحمال كلها. لو بقيت الشقه عشان الترانسفورمر والباسبار يبقى شايف الشقه دي، هنعمل فيها ايه؟ طيب هنرجع هنا تاني. طيب احنا هنا قلنا ايه؟ لوحه عموميه هتروح للادوار، هنا الشقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، تمام؟ كل شقه متوصل بيها احمال. طب انت لو بصيت على الاحمال دي، بص على الاحمال دي، مش هتقعد تكرر كل ده في الشقه. شوف كام حمل دول كده، 4 دواير و7 11 وهنا 4 15، المهم هيوصلوا على 20 25، فهتعمل ال 25 حمل دول في مره، والشقه دي تكررها 5 مرات في الدور، والخمسه تكررهم 10 ادوار، يبقى هتعملهم ياما قوي. فكل اللي احنا هنعمله ادي على لوحه الشقه اهي، تمام. الشقه دي هترسمها في مره واحده، دي هتترسم مره واحده، هتجمع الاحمال دي كلها. مثلا لقيتها مفتاح 80 امبير، لقيتها مثلا 80 امبير، خلينا نكمل لك الثمانيه 80 امبير، فتروح جاي على الشقه الثانيه تحط حمل واحد بس 80 امبير، الشقه الثالثه حمل ثاني 80 امبير، الشقه الرابعه حمل الرابع 80 امبير، تمام، بدل ما تقعد تكرر ده كل مره. تمام تمام ماشي. ندخل بقى على البرنامج ذات نفسه، بس انا ارد على الكلام. طيب هنا بقى نرجع بقى تاني للرسمه اللي احنا نرسمها، ده كده المحول وده طالع منها الباس بار، تمام، اللي احنا لسه قلنا عليه هنا اهو، اللي هو الباس بار ده، الباس بار ده اللي هو هيبقى اهو، الباس بار ده اللي هو هيبقى مودي فده ادي الباس بار، يعني في هنا مفتاح او البريكر، وبعد كده الباس بار اللي هيبدا يوصل لي. تمام. ولو قلنا مش فاكر قلنا ولا لا، لو اتكينا هنا تكتين هنلاقي طيب طلع كل احنا عملناه قبل كده، بس ده طلع لك كل الحاجات اللي انت دخلتها قبل كده. تمام. طيب هتبدا بقى ده الشيت بتاعك اللي انت هتبدا ترسم عليه. طيب نشوف ايه الادوات بتاعنا. هنا عندنا الميديم فولتج واللو فولتج والكونفجريشن والانف. طيب احنا دخلنا الترانسفورمر، فمش هنحتاج حاجه من الميديم فولتج، هيبقى كل شغلنا على اللو فولتج. تمام. طيب فهنا عندنا لو هتبص هتلاقي مقسوم نصين، من اول هنا كده النص اللي على الشمال ده كله، تمام، هتلاقي ده كل ده اسمه سنجل اوبجكت، ومن اول المين والسب ليفل والفيدرز والموتور والاذر ديفايسز ده كل ده ماكرو اوبجكت. يعني ايه؟ دي كل من اول هنا دي كل دي عناصر منفصله. يعني مثلا لو جيت هنا دي سيركت بريكر، تمام، دوس عليها هيطلع لك كذا نوع هتكلم عليها كمان شويه. فلو خدت واحد منهم انت طول ما انت يعني انت بتسحب السيركت بريكر، تمام، وبيفضل معاك. فهنا تمام انت حطيت سيركت بريكر، طيب ده كده هتلاقي عنصر لوحده، تمام، لما بتخلص بتدوس اسكيب، يعني هو بيفضل معلق معاك على الماوس لحد ما تدوس اسكيب، فده عنصر لوحده. تمام. يبقى كل الجزء ده هي عناصر منفرده. هنا مثلا لو هنا
الفيوز تمام، فخارج الفيوز، فكل دي عناصر لوحدها منفرده. طيب هتلاقي عندك مثلا الباص بي، الامبيدنس، الكيبل، الكلام ده هتحتاج الكيبل عشان تربطه بالسيركت بريكر والكلام ده. عندك هنا الباص بار تمام، عندك الكونكشن، الكونكشن دي اللي هي بتوصل بين حاجه وحاجه، يعني عايز توصل مثلا حاطط بريكر وفيوز ورا بعض وعايز توصل بينهم، يعني مثلا لو خدنا واحد تمام، فهنا وصل بينهم تمام، فهل هنا هياخدها كمقاومه ويحسب لها ار لكابل؟ لا، هو هنا كونكشن ملهاش مقاومه تمام. الكروس ريفرنس دي مش هنحتاجها ان شاء الله، بس هي فايدتها لو انت عايز تكمل في ورقه تانية فهيبقى عندك الكروس ريفرنس، ان انت لو ورقه شيت عندك خلصت وعايز تكمل في ورقه تانية هتقدر تستخدم الكروس ريفرنس اللي هي تربط بينها تمام. طيب يعني فاكر لو تفتكر الفلوت شارت بتاعتنا كانت كنا بنعمله مثلا ايه اللي هو ستارت والفلوت شارت العاديه يعني، فانت لو كانت خلصت في الصفحه وعايز تبدا صفحه جديده فكنت بتاخد اخر حاجه عملتها في الصفحه وتبدا بيها هناك، فهنا بيبقى عندك الكروس ريفرنس انت ده اخر حاجه مثلا بيبقى سهل معامل كده تمام. طيب هنا ناخد واحد تاني اللي هو الستارت بتاعي تمام، ولو حطيته هنا تمام معنى كده اللي انا ايه كده حطيته النقطه دي نهايه الحاجه اللي انا موصلها بيها تمام، فعايز اروح اخد النقطه دي كانها نقطه تانيه في حته تانيه، فبروح على الكروس ريفرنس برضو واخد الانت تمام، يبقى برضو السهم بالطول، ومثلا احطه كده النقطه دي بنسميها واحد، فهيختار يقول لي عايز دي اللي هي النقطه رقم واحد، اقول له اه، معنى كده النقطه دي هي النقطه دي، فاقدر اكمل على دي تمام، اكمل بقى نفس شغلي على اعتبار مثلا ان المساحه خلصت، يعني عند النقطه واحد المساحه خلصت فعايز اكمل في حته ثانيه، فباخد دي كان النقطه دي بقت هي النقطه دي تمام. تعال ناخد واحده كمان، خدت ستارت مثلا احطها هنا تمام. طيب هاجي اخد النقطة الاند بتاعتها احطها مثلا هنا، هنا هيقول لي عايز النقطة دي هي النقطة رقم واحد ولا اتنين، انا هنختار اتنين لان تاني نقطة انا حطيتها تمام، فكده النقطة دي بقت هيها النقطة دي. طيب عندك باقي تاني في باقي العناصر، عندك اضغط سكيب عشان تخلص، عندك اللود بتاعك تمام، هنا لود عادي موت لايتس كاباستور تمام، فتختار اخترنا مثلا لود عادي فبتنزل تسحبه وبيفضل معاك تمام. بعد كده عايز تغير مثلا لود من جوه فبتدوس عليه مرتين، فهنا هيطلع لي بقى الحاجات بتاعه اللود، فانت بيقول لك اللود 3 فيز ولا سنجل فيز فتختار تمام اللي انت عايزه، هنا نظام التعريض وهنا الفولت وهنا ال 50 هرتز، هنا لو خدت 3 فيز 380، سنجل فيز هيبقى 220 وهكذا. طيب هنا اليوتيلايزيشن فاكتور، شوف عايز تعمله كام في المية، اللي هو كان الأحمال نسبة الأحمال الشغالة للباقي. هنا بيقول لك الحمل ده عايز الريت الكرنت بتاعه قد إيه والباور فاكتور بتاعه قد إيه، فأنت بتختار عادي خالص تمام وتدوس أوكي. طيب عندك إيه تاني؟ عندك الكابل، عايز توصل مثلا اللود ده بأي حاجة تمام، ادي الكابل بتاعك فبرضه بتدوس عايز تدوس عليه فبتختار برضه هنا هنا الاختيار بيبقى عايز الكابل سنجل كور ولا مالتي كور، وعايز العزل ولا العزل دايما بي في سي، والكابل في اللو فولتج عندنا نحاس، والحاجات دي انت مالكش دعوة بيها هو اللي بيعملها تمام. فانت بتدوس طول الكابل بيبقى حاجات تقريبيه، يعني انت مثلا من دايره لدايره بيبقى رقم صغير، مثلا من اللوحه العموميه للوحه الدور بيبقى رقم مثلا 5 متر 10 متر الكلام ده، في كل ده حاجات تقريبيه بالنسبه لك، ده بس اللي هتعوز صغيره تمام. حط اي حاجه. طيب عندي مثلا ايه تاني؟ عندي هنا مثلا ديسكونكتور اللي هي سكينه، عندي هنا الكونتاكتور، عندي السيركت بريكر بانواعها بقى الار سي دي اللي هو اللي خدناه في المحاضره اللي هو بيفصل التيار الراجع اللي هو التسريب بتاعك. فهنا السيركت بريكر عندك ليها اربع انواع، ايه دول؟ قلنا السيركت بريكر زائد ار سي دي اللي هو قلنا اللي بيفصل التيار الراجع،
عندك السيركت بريكر اصلا بيبقى عندك بيحمي لك، يعني شورت سيركت او اوفر لود زي شورت سيركت. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا ريت الكرنت بتاعها 10 امبير والكلام ده قلنا قبل كده، والكرنت او شورت سيركت كبس مثلا 10 كيلو امبير، فهو هيفصل لو عدى ال 11، يعني لو عدى ال 10 هيفصل لحد ما يوصل لل 10 كيلو امبير. لو عدى مثلا 1 كيلو فكده تيار كبير بالنسبه له، هيفصل 2 كيلو وهكذا. اول ما يجي 10 كيلو امبير، لو عديت ال 10 كيلو امبير فكده كده السيركت بريكر بتاعتي هتتحرق، فهو بيفصل لحد الريت الكبس اللي انت ظابطه عليه. طيب وعندي سيركت بريكر بيفصلها على كيرف، اللي هو بيبقى عندك الكيرف اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي هو بيبقى عندك لو انت عندك في الريت الكرنت بياخد وقت كبير، بعد كده لو في الشورت سيركت بتلاقي الكيرف نازل لحد الشورت سيركت كارنت بيبقى في وقت صغير جدا. طيب عندي بقى الام او سي بي، تمام، ده كده السيركت بريكر اللي احنا شرحناه سواء باوفر لود او اوفر لود زي شورت سيركت او شورت سيركت بس. عندي الام او سي بي ده بيفصلها لك من غير جداول، يعني اللي هو بيفصل على طول اول ما يحس بالسيركت بريكر بالشورت سيركت بيفصل. طيب وعندي فدي قلنا اللي هي ام او سيركت بريكر، فدي بتفصل من غير جداول. موسى لا زي مو صلاح كده طيب مو عندي سيركت بريكر. فعندي ايه تاني؟ بس عندي المو سيركت ام او سيركت بريكر زي دي الار سي دي، ده نفس قلنا ده هي ده اللي هي بتفصل من غير كلفات، وبزود عليها الار سي دي اللي هي بتحمي لي من التيار اللي هو بيبقى راجع، ده اللي شرحناه في النظر. طيب خد اي سيركت بريكر انت عايزها يعني. طيب عشان خدنا وقت طويل في الكلام ده، فكده دي العناصر سنجل اوبجكت اللي انت بتاخدها لوحدها، تمام، فبتاخد اي عنصر لوحده وبتبدا تركبهم عن طريق كابلات. طيب اما الايه ده كده بتاخد يعني مثلا هنا في الفيدر، هنا بيقول لك عندك الفيدر ومعاه سيركت بريكر ومعاه سواء باوفر لود او شورت سيركت ومعاه الكابل بتاعه. يعني لو خدناه وبصينا عليه، اي واحد فيهم، في الفيدر اللي بسهم معناه اللي هو مكمل في شيت تاني، يعني انت لو خدت ده معناه كده ان انت لازم تكمل في شيت تاني، فاحنا اول اربعه دول مش هناخدهم، هناخده اي واحد من دول، تمام. فهنا بيقول لك ان ده جنريتك لود فيدر سيركت بريكر ويز اوفر لود وبروتكشن، ده معناه يعني ان الصب ليفل ده او الصف الفيدر ده في السيركت بريكر وفي الكابل بتاعك وفي اللود، تمام. فتعال ناخد واحد، لو بصيت عليه قربنا هنا هتلاقي ادي السيركت بريكر بتاعي اهو، تمام، وادي عندي الكابل وعندي اللود بتاعي، تمام، وتبدا تظبط بقى كل واحد لوحده. فده اسهل لي من ان انا استخدم سنجل اوبجكت، فالماكرو اوبجكت ده بيوفر لي وقت مش اكتر، ان انت بدل ما تجيب سيركت بريكر بعدين توصلها بكابل وبعد كده توصلها في اللود، ده مره واحده بيظبط لك الثلاثه مع بعض. فلو ضغطت على اللود هتبدا تدخل اللود اللي انت عايزه، تمام، والكابل، ففتح معايا بتاعه الكابل، وقلنا بنغيره، قلنا شوف انت عايز سنجل كور مالتي كور، تمام، وبتحط طول الكابل سواء شوف بقى الكابل وصل من اهله لوحه، وعندك العزل قلنا هنشغل على طول دي في سي، وعندك السي يو بنستخدم على طول نحاس، تمام، قلنا دي مالكش دعوه بيها، تمام. عندك ايه تاني في السيركت بريك؟ فالسيركت بريكر هنا لو جيت لو عايز هنا الارقام دي، هو هنا بيحسبها لك، هو انت بناء على حمل الاحمال اللي انت بتدخلها له، يعني انت ما ينفعش هنا تدخل، لو جيت تدوس هنا مش هينفع تدخل ارقام، هو هنا بايه هو اللي بيحسبها لك ويبدا يدخلها، تمام. ودي كده انواع، شوف انت عايزك تحملك من ايه، شورت سيركت وار سي دي ولا شورت سيركت بس ولا اوفر لود وشورت سيركت وكده. طيب كده خلصنا الفيدر، فانت بتبدا كده الفيدر ده قلنا بيوفر لك اللي انت بدل ما تاخد عن كل عنصر لوحده بتبدا تدخله مره واحده، تمام. طيب كده يعتبر خلصنا، تعال مع البرنامج الموتور برضو، شوف الموتور اللي انت عايزه، لو عايز سبوت تحمل فيه موتور بس مش هتحتاجه، احنا هيبقى كل شغلنا هنشتغل على اللود وخلاص. الساب ليفل دي لو عايز تاخد مثلا احنا عندنا
فالصب ليفل ده اللي هو بياخده لك من مجموعه، ممكن ياخد السيركت بريكر ده اللي هو عندي هنا في صوره لباس بار تاني، والباس بار تاني ده يدي لك على مجموعه فيدر ثابته. المهم احنا مش هنحتاجه يعني، احنا هنحتاج كل موضوع اللي احنا هناخد الفيدر تمام، اللي هو نطلع من الباس بار للفيدر ده بيبقى السيركت بريكر والكابل واللود بتاعي تمام. يعني لو جينا الرسمه بتاعتنا اهي، يبقى عباره عن الفيدر بتاعي والسيركت بريكر والمنتهي بالحمل بتاعي هنا اهو تمام. يعني هنا ال ادي لو انت مثلا بتتكلم في لوح الدور مثلا باص بار لحمل لكابل الحمل تمام، وفي هنا السيركت بريكر، فكل اللي انت هتعمله هتستخدم ده على طول اللي هو الفيدر. طب عشان ما نطولش اعتبر ده كل الحاجات اللي انت هتستخدمها عندك، ان شاء الله مش هتحتاج حاجه اكتر من كده. بالنسبه بقى البروجكت نفسه، فانت هتبدا تاخد البروجكت ده تمام، وهتبدا تحطه على بالنسبه وتبدا تحطه على الشيت بتاعك هنا وتبدا ترسمه عادي. بالنسبه للوحه الشقه فهنا هو عايز 4 دوائر اضاءه، وهنا عايز 7 دوائر سوكت، فهترسم 7 كلهم 4 و4 دوائر باور سوكت تمام. وهنا عايز 3 هيتر، ده برضه هيتر، وهنا عايز 3 تكييفات. طيب ومديك كل حمل بتاعه سواء اللايتنج او السوكت او الباور سوكت، كل واحد مديك الحمل بتاعه. طيب بيقول لك عايز هنا مفتاح الشقه لازم يبقى سنجل فيس، وبالتالي اعلى حاجه في سنجل فيس 8 امبير، فهنا دي كلها هتبقى اكتر من هتدخل في حوالي 300 امبير لسه ما حسبتهاش، بس هتبقى رقم كبير. فانت كل اللي هتلعب فيه دايفرس فاكتور 35 100 3 من 10 2 من 10 وهيبقى قليل، لان دول كلهم كبار، فبالتالي لازم الدايفرس فاكتور يبقى قليل بحيث تطلع تطلع سيركت بريكر بتاع الشقه تو بول بيبقى 80 امبير تمام. ده كده بالنسبه لتعاملك مع البرنامج. البروجكت نفسه ان شاء الله ممكن في اقرب وقت ممكن نعمل لك بقى الفيديو ازاي تحط البروجكت بقى، تعمله كله من اوله لاخره ان شاء الله تمام. شكرا.